السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نكون صورة باستخدام الذكاء الصناعي من خلال موقع اسمه ديب دريم جنريتور. هقول له جنريت، وبيقول لي اختار صورة معينة. طيب انا اختار الصورة ديت، وبيقول لي اختار الستايل اللي انت عايز تحول الصورة ليه، وليكن مثلا خلينا نختار ستايل عجيب كده شوية. ماشي، جنريت، طلعت الصورة بالشكل دوت.